أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فرج من أرتيريا يقول: إذا كنا أكثر من 12 شخص، هل نصلي صلاة الجمعة ويخطب أحدنا، أم ماذا نفعل؟ إذا كنتم مستوطنين في مكان لا ترحلون عنه فإنكم تصلون الجمعة ولو كان عددكم 12 أو أقل أو أكثر، فالجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر، أنه لا دليل على تحديد بعدد معين. إذا كانوا ثلاثة فأكثر مستوطنين في مكان واحد فإنه تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم.